شايف عامل الهانم بتاعتك؟ بتلبسني مع الراجل؟ انا هوريك يا نادين. بقولك ايه، مش وقت الكلام ده خالص. الراجل ده لو وصل لك او وصل لابوك هيعمل لك مشاكل. ده جالي تحت البيت كذا مره. كده يا جلال، كده يا جلال، يا جلال اللي انت بتعمله مش هيوصلك لحاجه، بالعكس ده انت كده هتروح في 60 داهيه. مش هسيبهم. تمام، التاكسي اللي ورانا ده هو؟ اه هو. طب حاول تخلع منه الحزب. اجري يا حزب. طب اعمل ايه؟ ما انا بجري اهو. واحدة واحدة، عشان احنا كده هنموت، والله العظيم هنموت يا جلال. قلتلك مش هسيبهم. يا رب ان انا حاول تخلع مني. يا رب. طب ايه اللي خش مين جاي؟ يا جلال، والنبي يا جلال، يا جلال، والنبي يا جلال، يا جلال مش كده يا جلال، يا جلال حازم يا جلال، لا 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 الحمد لله. طب ايه ده؟ طيب دي وقفه دي خلاص يا جلال، دي وقفه دي يابا، خلاص هنتخانق مع الناس ولا ايه؟ لا مؤاخذه، لا مؤاخذه يا عمنا، خلاص مشي مشي نصيبه كده، خلاص اركب خلاص بقى.